الخاين السفاح القاتل السائق اللي هو الخاص السائق الخاص بيها السائق الخاص بيها. أنا الحاجة سهير الأنصاري، عندي 62 سنة، ست بحب الخير وبعمله لوجه الله، وكل الناس عارفة عني كده. وفي يوم من شهر ديسمبر اللي فات وأنا رايحة الجمعية الخيرية كعادتي علشان أوصل مبلغ لبنت يتيمة كنت بساعدها في جهازها، السواق الخاص بيا واللي كنت بعتبره زي ولادي واقف بالعربية وقال لي إنه حصل فيها عطل ومستني ناس جايين لي بقطع غيار. طبعا أنا صدقته ومديتش إخوانا، ده زي ما قلتلكم زي ولادي وبقاله سنة بيشتغل معايا بما يرضي الله، يعني ما جاش في دماغي إنه ممكن يأذيني أبدا، لكن حصل عكس ما توقعت. وانا قاعدة في العربية مستنياه يخلص جه ضربني بحديدة، وانا مش واخدة بالي الضربة من قوتها قضت عليا ومت في نفس الوقت. بعدها راح واخد كل الحاجات اللي معايا، فلوس وذهب وموبايل، وياريته خدهم وسابني زي منا، لا ده راح ساحب جثتي وحطها وسط الزراعة وفص ملح وداب. لكنه من بجحته ظهر بعد كده وفضل يدور مع اهلي عليا وكأنه ما عملش حاجة، وبكده كان فاكر ان مفيش حد هيشك فيه وهيهرب من عملته. اهلي واللي قلت عليه زي ولادي فضلوا يدوروا عليا لحد ما لقوني مرمية على الطريق الزراعي بنطاق مركز دمنهور، وبعدها نقلوا جثتي لتلاجة حفظ الموتى في مستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، وبعدها اهلي استلموا جثتي علشان يدفنوني. والحقيقة ان في حاجة بسطتني وكنت حابة اقولها، وهي جنازتي واللي شارك فيها ناس كتير جدا، وده ان دل على شيء فيدل على حب الناس ليا وان الخير اللي قعدت اعمله طول حياتي ما راحش هدر، وسبت سمعة كويسة بين الناس يفضلوا يضحكوا بيها بعد موتي. طبعا قوات الامن ما سكتتش على موتي، وبالتحريات وجمع المعلومات قطاع الامن العام ومديرية امن البحيرة قدروا يعرفوا ان اللي قتلني هو السواق بتاعي، وفعلا قبضوا عليه وحاولوا يقرروه لحد ما اعترف وقال ان هو اللي موتني علشان يسرقني وياخد مني ذهبي. المتهم في الاول تم حبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات، والمحكمة اجلت محاكمته مرة، وفي تاني مرة حولت اوراقه للمفتي، لكن النهاردة قضت محكمة جنايات دمنهور بالإعدام شنقا للي قتلني، والحمد لله القانون نصفني وجاب لي حقي، وبكده أنا ارتحت في تربتي وحقي رجع لي. الجريمة جا خدها الصبح، كانت هي راح تعمل كذا عمل خير، كان معها فلوس وكان ذهبها ما كانتش بتقلعه. طبعا هو كان بيمر بأزمة مالية كبيرة جدا، وكان عندي كارد طبعا كل ده أثبت طبعا وجوده في النيابة، اختلى بيها وضحك عليها، خدها عند الكوبري الدولي وقتلها السائق بتاعها اللي هو الخاين السفاح.